الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيداء الفطر والأضحى مناسبتان تجمعان المسلمين في كل بقاع الأرض، وهما دليل على ترابطهم الديني القوي، فكل المسلمين يؤدون طقوسه ويهنئون من حولهما بهذه الأيام المباركة. هنا في العراق للعيد أهمية وخصوصية لدى العائلة العراقية. صباح العيد فعادة يكون تتم العائلة الكبيرة بيت، سواء كان الأب أو الجد، يعني شكو الأب يلتمون كل أولاد المتزوجين، سواء كان خارج البيت أو في محافظة أخرى أو في مكان آخر أو في مكان على مسافة من المدينة ومن البيت، يجون كلهم يتكومون حتى يعني يلتقون. و العيد في مدينة الرمادي في طفولتنا كان يعني فرحة العمر أولا يعني، وبالتالي فلازم رب العائلة يخلي أطفاله يفرحون فرحة توازي ما في قلوبهم من انتظار لهذا اليوم الموعود، سواء كان طبعا عيد الفطر المبارك ولا عيد الأضحى. فبالتالي لابد لرب الأسرة أن يهيئ بعض الأمور التي يحتاجها الأطفال، وهي أولاً الملابس، وطبعاً لازم قبل أسبوع يروحوا للسوق، فهنالك من يشتري القاط والرباط والقميص والحذاء الجديد، وإحنا منهم طبعاً كوننا أغلبنا كنا طلاب مدارس، هنالك ما يروح سوق الخياطين اللي كان يعني على يمين مدرسة العزة، يندلوا أهل الرمادي القدماء أهل الولاية سوق الخياطين اللي بي الله يرحمه عبد الرزاق قادر أفندي وبيت نجم الخوير إلى آخره من أسماء مدحت أبو القماش، فكانت هناك الناس تروح تشتري دشاديش وتخيطها بنفس الوقت في هذا السوق اللي يسموه سوق القماش أو سوق البزازين أو سوق الخياطين إلى آخره من تسمية، يعني أكثر من تسمية له. فتتهيأ الملابس إذن، وطبعا عادة في وقتنا كان العيد يأتي في وقت طفولتنا، أنا أحشي الآن عفوا زمن الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، فكان العيد لحد السبعينات قام يجي لا بالصيف، فالستينات وما قبلها كان يجي بالشتاء والدنيا باردة، فيخلي رب البيت في بال عادة أن تكون هاي الملابس للعيدين، العيد الصغير والعيد الكبير. ليش؟ لأنه هذا اللي يقدر عليها إمكانيتها، طبعا ما عدا العوائل المتمكنة بحث آخر يعني ممكن يشتري مرتين. بالنسبة لعيد الأضحى المبارك يتميز عن عيد الفطر بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء، وتبدأ صلاة العيد. صلاة العيد أغلب الرجال والشباب هم من يؤدونها، النساء في البيوت. بعد نهاية صلاة العيد يذهب الرجال إلى المقابر، ومن ثم العودة للبيوت يتناولون وجبة الإفطار، ثم كبير العائلة يبقى في البيت ويأتون عليه الأولاد والأبناء والأحفاد للتهنئة. بدوره هو يقوم دوره يكون بارز في
التوزيع وإكرام الأبناء والأحفاد بالعيدية، ما تسمى بالعيدية. تنشغل العائلة العراقية في تحضيرات عادة ما تسبق العيد بأيام معدودة. في مقدمة هذه التحضيرات تجهيز حلوى العيد، وفي مقدمتها الكليتشة، إلى جانب شراء ملابس العيد للأطفال ضمن تقاليد توارثتها وتحرص عليها العائلة العراقية. قبل أسبوعين نحضر العيد، وحتى من تجينا الزكريا جينا المحية نحييها للصبح نظل قاعدين جهال، لازم بنات وولد وشباب ما كنا مكيفين بيها. قبل 3 أيام نسوي الكليجة، وكل كل بيت معون ندس الكليجة، هم يدزون احنا ندزل، ونستقل فستيق والحاب والمراجح بجول بالقلعة بالسور بالولاية، ونسى والعالم ناس تجي على ناس وناس تطعم ناس، يعني شيء نكيف بعيده، يعني عيده نهجزه. عبالك احنا بمكه جنه مال الله وعيدنا قبيل، مو هالعيد هذا، هاي بهيت، احنا بهيت هينا حين بالقلعه وزينه، وناس تروح على ناس تلتم العالم قبل 3 أيام تلتم الناس، الفستق والكليجه والحب نسلقه وما نخلي شيء، وهالشيء مكوم علينا والعالم مقلوبه الدنيا، والمراجيح والدخ السور مثل الورد، ناس فوق ناس. هسه نروح اليها وعلى القلقه، بالقلقه نروح على القلقه بالولايه، غادي بالقلقه بالسوق مقلوبه الدنيا والعالم مكيفه، وما كلها شيء ولا موت ولا ما عندنا كل شيء كله. عمل المعجنات يعني ما يعني مثل الكليتشه، وقبل بالنسبه للعزيزيه والقطانه يذهبون بها الى الافران ويبقون لازمين سره الى الصباح حتى تنجز، لان لا توجد هذا، لا يوجد هذا التطور وهذا من حيث وجود الصحاليان يعني الطباخات والافران البيتيه المنزليه حاليا، قبل ما موجود هذا. الافران هوايه في المنطقه القليله الافران الموجوده؟ لا، الافران تعاد يعني تقريبا 4 أو 5 أفران في مدينه الرمادي، وهذا لان فقط العزيزيه والقطانه هم من يقوم بهذا، اما والرمادي كانت ما متوسعه، ماكو هذا التوسع، يعني حي التامين ما موجود، حتى الاسكان ما الاسكان بعد 58 يلا افتتح، يعني بالستينات يلا صارت دور الاسكان، ما موجوده قبل، فكانت المدينه بتقاليدها وعاداتها بسيطه تقريبا. بعض العوائل من تسوي كليشة بعيد الفطر، بعيد الصغير، تحاول تسوي كمية كبيرة، يعني خلينا نقول في صندوق كبير فد بي فد 20-30 كيلو، وحتى يخلون جزء منه المن العيد الكبير حتى يقدموه ويا الريوق أو ما يسمى بالعصرونية، يعني ويا الشاي إلى آخره، ويا للخطار طبعا. وأدى ضحكم أقول لكم، إحنا كنا حتى من نروح المدرسة مع بعبين بجوبنا كليشة يعني ناكلها من انجوع. فالحقيقة يعني إذا أكو شيء، أكو أيام حلوة كانت هي هاي الأيام. طبعا إحنا بأول يوم العيد عادة من نكمل معايدة الوالدين والأخوان والأخوة الكبار وكذا، فنروح نعايد قرايبنا الموجودين حوالينا. طبعا عادة هي الولاية كانت قطانة وعزيزية، وشوية أكو كم بيت على الشارع العام باتجاه حي الأندلس أو حي الجمهورية.
صلاة العيد في اليوم الأول هي بمثابة الافتتاحية لبقية أيام العيد وتقاليده، يحرص الجميع على آدائها وهم يلبسون أفخر ما لديهم من الثياب تقديسا لهذا اليوم، ويضعون أزكى ما لديهم من طيب العطور. يلي شعيرة صلاة العيد تبادل التهاني والتبريكات بين المسلمين بعبارات غالبا ما تكون تقبل الله الطاعات، مبارك عليكم العيد، ثم تبدأ مراسم تقديم العيدية للصغار. عيد الأضحى أول شيء نبدأ قبل يوم العيد، قبل العيد بيوم تتوجه لشراء الملابس للأطفال والعائلة وجمع الحلويات لمناسبة العيد. أو إذا عيد الأضحى قسم من الناس يحضر الضحية، الضحى لو خروف لو احنا نسمونه ثور او حولي او بعير، هاي اول يوم العيد يبدا الاضحيه وتتوزع الاضحيه على الاقارب والجارين والاصدقاء والفقراء. فاول يوم العيد اول ما نبدا بصلاه العيد نروح للجامع نخلص صلاه العيد، بعد صلاه العيد من ننتهي من صلاه العيد قسم من الناس او تتوجه الى زياره المقابر، عادات عندهم تتوجه لزياره المقابر، بعد زياره المقابر يتوجهون لوين؟ يتوجهون الى اللي عنده والده بالحياه يتوجه الى والده، يعني الاخ الصغير يزور يتوجه، كلهم يتجمعون يم الاباء الكبير، العوائل النساء الاطفال كلهم يتوجهون. فيبدا الوالد يبدا بالوليمه تهيئه الغداء، من يهيئون الغداء وكل عوائل ملتمه، بعد ما ينتهي الغداء يتزاورون الناس، تزور الاصدقاء، ناس تروح اللي صديق عنده اللي اقاربه، تتزاور ناس تزور ناس والتعايد بيناتهم. سابقا كان العيد يعد الى العده قبل يوم او يومين، خاصه عيد الاضحى من الاضاحي وتقديم هاي الاضاحي والتزاور والاجتماعات وما يخلو بيت من اضحيه، وهذه الاضاحي بكل تاكيد يجتمع عليها كل الحي الموجود او كل العشيره الموجوده، وبالتالي كانت الحياة طيبة وكان لا يخلو بيت من ضيف في أيام العيد، يعني أنه الأقرباء والأصدقاء والتزاور، فصلة الأرحام كانت على مستوى عالي في تلك الأعياد، وكانت المضايف عامرة بأبنائها. بعيد الأضحى المبارك عادة هواية ناس تذبح، يا إما خروف أو شبش أو عجل إلى آخره، بس بعير عادة أنا ما سامع أحد يذبح بعير بالمدينة، ما سامع. فهذا اللي يذبح عادة ما يحاول يوصل اللحم الأكبر عدد ممكن من العوائل الساكنة، يعني لأنه هو يأخذ ثلث مثل ما معروف بالشرع والباقي للأقارب والأصدقاء والجيران. فهاي تدري هاي التواصل، يعني أن تجي مثلا بالأخص الفقير إذا جاء نص كيلو لحم قبل ماكو نص كيلو، يعني إذا جت وقية لحم خير من الله، وقية يعني 100 غرام، فإذا جت هاي الوقية أو نص حق وقيتين إلى آخره، فالفقير عادة ما يفرح أنه راح يأكل بهذا اليوم المبارك اللحمة ويطبخها ويونس بها جهالة ويفرحون. Thank you.
طبعا حياة بسيطة كانت، حياة بسيطة ما كانت معقدة، كانت للعيد وفرحة العيد نكهة خاصة. يعني قبل هسه انت حاليا اولادنا يجوز كل شهرين ثلاثة يشتري له بنطلون، يشتري له تيشيرت، قميص. قبل احنا من العيد للعيد، فهاي تشكل فرحة للطفل من يشتري ملابس جديدة ويظل فرحان ويرتديها ويطلع فيشوف نفسه بحلة جديدة يعني، ويصير تنافس من حيث الملابس. بس الأغلبية كانوا ناس بسطاء، واكو طبقات متوسطة والغنية دول يلبسون، كانوا يرتدون الفقراء حيالج كانوا يرتدون الدشداشة، يفصلون دشاديش والأمور يعني وسط، يلبس بقاط بنطرون قميص. اكو تميز، هو يصير تميز موجود، موجود هذا التميز. قبل كانت السيارات قليلة بالعراق، يعني نادر ذاك واحد يشوف عنده سيارة. فالأطفال بالعيد أكو ربلات وبيع عربانة، فيفرونهم بيش بخمسة وعشرين لو بعشر فلوس أو درهم بنفس المنطقة، يفتر بالربل لابسين ملابس جديدة وأغاني وصفقات، يعني يفترون. وثانيا مدينة الألعاب القديمة شنو؟ دلاب خشب، دلاب الهواء مال خشب مو؟ كان يعني تصنيع نجار بسيط، والأطفال يترفهون به داخل المنطقة. ومراجيح المرجوحة شنو؟ أحبال وعقديا مع الخشب، منها ومنها ماكو حديد وكهرباء وما أدري شنو، أحبال شوية قوية وخشبة، فهاي المرجوحة يتمرجحون عليها الأطفال. هاي القبل ما كانت من هاي الكهربائية ومن هاي اللي تطور الجديد، ماكو داخل المدن الشعبية، المناطق الشعبية هاي. اي خشب، مراجيح، ديلاب الهواء خشب، شلون تدير الصندوق، صناديق ويلعبون بها الجهال، نلعب بها مراجيح والدون درمه ام الفرم والمليح، اللي كل وحده ب 25 دي فلس. اي كل قلاص ب 25 فلس، ابو الدون درمه يفتر يفر بالمارش. بالنسبه للاطفال والشباب يذهبون هاي فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، ساحة السينما، سينما النصر أو سينما الرمادي، هذه كانت هي مركز التقاء بالأعياد، مركز التقاء شباب وأطفال محلتي العزيزية والقطانة وحتى الجزيرة، جزيرة شباب جزيرة يجون يستغلون فترة الأعياد بالسينما. وكان أمام السينما حديقة، فكانوا الناس تجلس بالحديقة يتناولون بعض المشروبات وبعض الأطعمة ويدخلون للسينما للتنزه، ثم يخرجون إلى حديقة كانت موجودة، حديقة الملك، هاي في النظام الملك في 58 طمادون، كانت حديقة الملك. بعدين من صارت الثورة على النظام الملكي سميت حديقة الجمهورية، هاي على شارع 17 هسه حاليا مدينة الألعاب، مدينة الألعاب على شارع 17 نفس المكان هو هذا. وكانت حديقة الثورة هاي بنيت بعد خلف المقبرة، مقبرة علي سليمان. Thank you.
فكان العيد هنا ينصب، يعني هنا يصير. فكانت المراجيح ودلاب الهواء وحتى الدفكات كان يجون جنود من اللواء الثامن او المستودع عفوا، يجون هنا يسوون دفكات كرديه حلوه على هذا المزمار مالهم، فاحنا نجي نتفرج عليهم. فهنا العفو هذا البستان كله يعني مساحه كبيره، كان كل تصير مراجيح. هذا العيد العيد الرئيسي، واكو عيد اخر لكن بسيط متواضع اللي هو ورا مدرسه العزه يعني. فاحنا كنا عاده يعني شلون نقول نريد نسوي سفره يعني، فتجي ربلات تاخذنا بعشر فلوس او بخمس فلوس من هذا العيد نروح لذاك العيد، حتى شنو؟ حتى يعني نغير يعني، مو بس بهذا العيد نظل شلون نغير يعني. ف جماعه ذاك العيد هم يجون هنا وهكذا يعني تمضي ايام العيد. والالعاب كلها خشب، ما عندنا مرجوحه خشب، الثياب الهواء خشب، اسمح لنا نطلع عليه مقلوبه أمة الثقل هيك. اي من الصبيح لليل وهي وهالعالم تنتر، حتى النسوان يروحون ياخذوا جهالهم على السوق، يوقفوا على السوق يتفرجون. طماطه وبيض، طماطه هيت. طماطه هيت، القثه الحمقه، الخيل هاي اللي يسموها القليه، بنحط شمحلانه نسوي ونحطه بالصينيه وناكل، والباذنجان قلي، قلي باذنجان وطماطه، حتى ما نعرف في كيس لا الجيمر ولا الجبن ما ناكله. طماطه وباذنجان وخيار قثه والحمقه، هاي اكلات العيد، هاي اكلات العيد، جنه مال الله. شو لك يا ام والظهر جدر الباميه يابسه، مو مال مجمده، يابسه، وجدر التمن العنبر، وناس تنطي ناس والحمد لله وشبعنا مرتاحين. هسه لا والله، ولك ليش؟ من للعصر نطلع الفراش بالسطح نحطه على الحائط، نحط القج مال مال المي، نحط الطاسه بيه، والنوعير فقانات جوانه نسمح هسه، والشط قبالنا، من العصر نطلع الفراش. هاي بالعيد محلانا نهيب العيد قبل ثلاثة ايام اربعة نركض للعيد. هسه ماكو، ما ولا عبالك اكو عيد. اي والله نحن على ذيك الايام، حالاته على قبل والله، خصوصا بالاعياد حالاته. اي والله بالاعياد.
للعيدية حكاية أخرى، وللعيد فرحة خاصة عند الأطفال بالذات. ففي صباح يوم العيد ينطلق الأطفال إلى بيوت الأجداد والآباء لمعايدتهم، والحصول على أكبر قدر من المال يطلق عليه العيدية. الحال ذاته يتكرر في جميع الدول المسلمة الأخرى. يتسابق الأطفال في النهوض باكراً لمعايدة الأهل والأقارب. هاي أول يوم العيد يفرح الطفل، ينطي عيدية، اللي ينطي 5، اللي 10، اللي 25، حتى الطفل دائما يتذكر بالعيدية كأنما منطي عيدية حلوة يتفرح بيها. إذا نريد نرجع للأيام الستينات السبعينات وحتى الثمانينات، كانت أيام جميلة جدا. الشباب، الأطفال تلعب، الأطفال الحي كلها مجتمعة، وأبناء العشائر، أبناء المحافظة، تلقاهم تجمعاتهم في المضايف وتقام لهم الولائم. أهم ما بالعيد هو التواصل الاجتماعي الموجود ما بين العوائل الساكنة، بمعنى أن الجار يجي عايد جاره، وعادة ما يصير تبادل للأطعمة، يعني مثلا هذول مسوين أكلة غريبة فيجيبوها الجارهم، والجار هذا نفسه يودي ما طبخه من أكل بهاي المناسبة. عادة أشهى الأكلات شو وقت تصير بالعيد، يعني لأنه بالأخص اللي يصير ما بعد عيد الفطر المبارك، يعني باعتبار أنه من صيام إلى فطور إلى إفطار، فبالتالي أحسن ما عندها العوائل من أكل تسويه. وطبعاً قلت لك يعني موسم للتواصل حير راقي ما بين العوائل، اللي الآن للأسف يعني يكاد يعتمد على الموبايل أو حتى يعني غير، لا يمكن أن يقارن بما كان في السابق. وحتى أكو ناس تجي يعني من بغداد، من المحافظات الأخرى، من أجل أن تسلم على أهلها أو قرايبها في المدينة. أما النساء فالتزاور، هم والبنات التزاور بيناتهم العوائل، كعوائل خاصة بالأقرباء والجيران. إيه هذه، والألعاب الموجودة ألعاب بسيطة كانت أغلبها يتم تصنيعها محليا، يعني إيه خشب مثل مراجيح، ديلاب الهواء، هاي موجودة كانت كل منطقة، يعني محلة القبطانة كانت موجودة ساحات خاصة بالأعياد فقط يستغلوها لهذا الشأن. وبالعزيزية نفس الحالة، بالعزيزية كانت خلف التجنيد موجودة ساحات يستغلوها فترة الأعياد، وبعض البساتين يستغلوها، وبعدين من ينتهي العيد ترفع هاي المظاهر، ترفعت، وبعدين من يجي العيد العام القادم تعاد من جديد. نجي احنا واهل العزيزية والطوبشية والقطانة الى اخره، كلنا نجي نباوع شلون يشدون المراجيح وديلاب الهواء، واهل البسطات مال اللقاو، مال اللفات، مال البارد، مال هاي اليانصيب، يعني كل بهذا المكان طبعاً قبل فد أسبوع، وكل من يعرف مكانه. بالمناسبة كانوا يجون ما يدفعون إيجار هذول الناس الطيبين، ليش؟ لأنه كانوا مو بحالة يعني بذاك الوقت يعني، فبالتالي تنصب هاي المراجيح وديلاب الهواء. كان ديلاب الهواء واحد هو موجود، اللي يعود الحج ياسين رحمة الله، ياسين الدراجي. فالمهم هاي الطقوس الحلوة كانت كلها وين تصير؟ يصير بهذا البستان اللي هو بستان بيت ميم. أذكر وإحنا أطفال يعني كنا من يجي العيد، ليلة العيد ما نقدر ننام أبداً، يعني أبداً ما نقدر ننام، شلون باشر عيد وننام، فنظل الصبح قاعدين بانتظار هاي الفرحة الكبيرة، اللي هي نروح نركب بالمرجوحة وديلاب الهواء ونلعب لقا، ونروح على بليانصيب ونشرب سينالكو
أو العصير أو الشربة إلى مشاكل من يعني هاي المرطبات الموجودة بذاك الوقت يعني، ولفات السندويش طبعا وياها. موضوع آخر وهو بالعيد يصير السينما على امتداد اليوم تفتح أفلام يعني، فتلقى الناس تفوت باليوم مرتين ثلاثة لأن عندها فلوس، هو نفس الفيلم أو يغيروه طبعا. وهي كان السينما الوحيدة اللي اسمها سينما النصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلامنا العيد سابقا قبل عشرات السنين كان كل ابناء الشعب العراقي وخاصه العشائر يوم العيد تتجمع في المضايف، وخاصه في عند الشيخ العشيره، ويتبادلون التهاني وصله الارحام ويتزاورون فيما بينهم. وصباحا منذ الصباح الفجر يذهبون إلى المقابر للسلام والمواساة لضحاياهم، ومن ثم التجمع في مضيف الشيخ، ومن ثم التزاور ما بينهم. وأيامهم كانت في تلك السنوات قبل عشرات السنين أيام طيبة وصلة الأرحام طيبة جدا. نعم، العيد الصلح بين المتخاصمين، اللي متخاصم يقولوا له يابا هذا عيد الله، ولازم تضب الماضي وتفتح صفحة جديدة وتصاحب الأقارب حتى ينهون الزعل، ما يخلون زعل بيناتهم. شو دور العشائر المضايف الأيام؟ المضايف بعدها يتوجهون أبناء العشيرة لزيارة الشيخ ومعايدة الشيخ، شيخ العشيرة، فيعايدون الشيخ العشيرة. شيخ العشيرة هم يسوي أعياد، يسوي عيد ويجمع العشائر رجال العشيرة وليمة، ويجمع رجال العشيرة وتبدأ الوليمة وتوزيع القهوة والحلوى بالمضيف، ويبدأ الأشعار وتدري السوالف القديمة والمعايدة، ناس تعايد ناس وناس تصافح ناس، تصير لمة حلوة. هاي من عادات العشائر العربية في الأنبار. زيارة المقابر في العيد من العادات التي لا زالت مستمرة منذ زمن طويل، ولم يتوقف الناس عن ممارستها في أحلك الظروف، فزيارتها من عادات العيد، وهو شيء استمر عليه الآباء والأجداد، فرغم سلبيتها وعدم انسجامها مع أجواء الفرح، إلا أنها مستمرة ودون قطع. رغم أن العيد شرع لزيارة الأحياء ولم يشرع لزيارة الأموات. Thank you.
الأعياد النساء ما تروح للمقابر، ما كان الزياء مثل يعني كما هي الآن، قبل بس الرجال، هسه لا حاليا الرجال والنساء بس، قبل كانوا العوائل آخر أيام العيد لأن بالعيد مشغولين تزاور ناس تروح على ناس فما عندهم، بس ينتهي العيد يسموه الكسلة قبل اليوم الرابع بالنسبة لعيد الفطر وعيد الأضحى اليوم الخامس، تأخذ العوائل الوجبة جداريهم ويأخذون النساء والأطفال ويروحون يمي الشيخ ليفة. الشيخ ليفة كانت بس القبر مع الشيخ ليفة وساحة كبيرة وكم شجرة وكم شجرة والناس تجلس بال بيش يتغدون ويكملون يبقون للعصر اللي قبل المغرب تبدي بالعودة، هاي خاصة بعوائل القطانة والعزيزية. كم مسألة أخرى وهي أنه كانت حديقة شيخ خليفة اللي على مسافة من يعني خلينا نقول بصف الأوقاف من جهة القطانة، كان أكو فت حديقة حلوة يعني بها شيخ خليفة، الآن تحولت إلى بيوت وبنايات، فيجون النسوان العصريات كل عصرية العيد، يعني يجون يتونسون ويلتقون بيناتهم كم كنسوان وبنات وشابات، فيجون بهذا المكان لتقضية عصرية حلوة بعيدا عن البيوت وسقوفها، فكان فد منظر لطيف جدا انه مصير مشاكل يعني اللي مع الأسف اللي تصير بهذا الوقت، انه ما في يوم سمعنا احد يتعرض لبنية او تعرض المرأة او تعرض الشاب الى اخره، ما كان مشاكل بالمطلق يعني. أول ما نبدأ بصلاة العيد نروح للجامع، نخلص صلاة العيد، بعد صلاة العيد من ننتهي من صلاة العيد قسم من الناس أو تتوجه إلى زيارة المقابر، عادات عندهم تتوجه لزيارة المقابر، بعد زيارة المقابر يتوجهون لوين؟ يتوجهون إلى اللي عنده والدة بالحياة، يتوجه إلى والدة. تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد في العراق، وأبرز مظاهر الاحتفال هي إقامة الألعاب المخصصة للأطفال، فالأطفال هم أهم عناصر العيد على الإطلاق، ومن أبرز أنواع الألعاب التي يلهون بها هي المراجيح والدواليب الهوائية، إلى جانب نصب ألعاب الأطفال بشكل مؤقت في الأماكن العامة. فقلت لك العيد كان عبارة عن موسم فرح غير عادي يعني، الآن للأسف يعني كل تجعل مثلا أولادنا تسأله شنو اللي يفرحك؟ يقول لك ماكو شيء يفرح إلا إذا من أنجح يعني. إحنا في وقتنا كان إذا أكو شيء يعني يسعدنا هو أن يجي العيد حتى نروح نقضي أوقات حلوة، قلت لكم يعني مثل يعني بهذا المكان اللي هو بستان بيت هميم باعتباره المكان الأكبر والأوسع واللي يستقبل هواية ناس، وطبعا قلت لك أكو أيضا كان أكو فت شيء اسمه رواح ومجيء، ما تروح لأقاربك وتروح لجيرانك، وطبعا هذا كله للسلام، وبالتالي إذا سلم راح يقول إيه هذا ابن فلان، خل تعال يا أبو البيت انطي عيدية، فعاد بالكسلة تبدي شو يصير، تبدي تتفسخ المراجيح
أهل المراجع بدون يفسخوها. وحج ياسين رحمة الله عليه هو ونسيبه وحفيده مؤيد يبدون يفسخون ديلاب الهوى. فنباوع على المشهد ونحن حزانا، لأنه راح هذا ما راح نشوفه إلى السنة القادمة، أو إذا بعيد الفطر ما راح نشوفه إلا بعيد الكبير. العشيرة يبدون هذا اليوم يوم العيد يم المضيف هدف ويصوبون عليه لغرض أنه تعليمهم الرماية جانب، والبهجة والسرور بهذا اليوم الفضيل جانب آخر. الفروسية أيضا جانب الفروسية كانت الخيول عند أهل الأنبار خصوصا يعني، وحتى محافظات أخرى الفروسية كان لها خصوصية عالية، ما يخلو بيت نادر يخلو بيت ما بي فرس، وما يخلو بيت ما بي صورة فرس يعني، حتى هاي المرحلة ينظرون. تبقى للعيد عادات أخرى تختلف باختلاف المحافظات والمدن، فزيارة الأقارب والاجتماع ببيت الجد، وكذلك الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وزيارة كبار السن ومعايدتهم. فرغم كل الاختلاف لكن هذه العادات ما زالت مستمرة، لكنها بدأت تقل في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد. ما بالعيد وما عاد يشكل ثت فرحة مثل قبل بالنسبة للطفل، تواصل قلب بسبب التطور التكنولوجي الجديد والتواصل الاجتماعي والانترنت، فيعني هذا خفف شوية. قبل الحميمية قوية، الألفة قوية موجودة قبل، قبل ماكو يعني هذا الخصام وهذا الزعل ما موجود قبل، يعني بالعيد يتلاشى كل شيء. بالعيد كان ناس، وكان الإمام وخطيب المسجد إلى دور كبير قبل، هسه الدور هذا ما موجود. شيخ العشيرة قبل إلى دور، رب الأسرة قبل إلى دور، هذا المنظومة الاجتماعية، المنظومة الاجتماعية بعموم يمكن الوطن العربي والعراق خاصة والرمادي حال المدن، كان المنظومة الاجتماعية صابها بعض الخلل، صابها يعني اكو تفكك بعض، طبعا بعد الاحتلال صارت طفرة نوعية بالمجتمع، يعني اكو عادات وتقاليد جتنا ما بعد الاحتلال. حتى لو تقدم بحث انت ما قبل الاحتلال وتقيس تغيير المجتمع ما لمدة 10 سنوات او لمدة 20 سنة ما تصل لهاي النتيجة، صارت طفرة نوعية وتغيير نحو الأسوأ مو إيجابي، لأن اكتسب عادات وتقاليد وأعراف جديدة المحتل جابها وياه. فهاي خف يعني، قبل كانت أكو منظومة اجتماعية خاصة من خلالها تقدر أنت تقيس، تقدر تتواصل. حاليا من صار الاحتلال صارت طفرة نوعية بالمجتمع. أكو اختلاف يعني، الحنية مع قبل كانت أحسن يعني، الحنية والصلة الرحم كانت أقوى قبل من هذا الوقت يعني. الوقت تغير من صار الاحتلال وصار شيء تغير الوقت، فصارت يعني صلة الرحم التواصل ضعيفة مو مثل قبل. قبل كانت أحسن التواصل بها،
كانت احلى. كانت الحياة طيبة، وكان لا يخلو بيت من ضيف في أيام العيد، يعني أنه الأقرباء والأصدقاء والتزاور، فصلة الأرحام كانت على مستوى عالي في تلك الأعياد، وكانت المضايف عامرة بأبنائها وبشبابها، وتقديم صياني السحلات، يعني أيام زمان كانت حاليا موجودة، لكن مو طعم أيام السبعينات والستينات عندما كان نشوف الأطفال كلهم يلعبون مجتمعين، وأبناء العشائر كلهم في المضائف. هذا مدغى، يعني المفروض يصير استملاك يبصون الشارع. Thank you.
Thank you.